في طلائع الجيش وده الحدوه دي، واحترف بعد كده والعب في اسكو. انتهى فرز الجنود، انتهى. هاتوه. اولاد السلطان، ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولات الامير السلطان، تقدم ايها الفتى الشهم. لقد سمعت عنك الكثير، وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمة. تقدم يا غليظ. مولاك الامير السلطان. مولاك الامير هينتهي امره على ايديك. مولاك الامير هينتهي امره على ايدي انا؟ ليه؟ هقتله ولا ايه؟ قلبك شغوف للقتل. ايوه. القلب قلب اسد. والصدر صدر فهد. من ايه؟ والعين عين صقر. من ايه؟ وهذا يعجبني، لك كل ملامح الفارس المغوار. ايه الفارس الشوار ده؟ فقولي لي انت عايزه ايه بسرعه، لان انا مش مستحمل خالص. الزواج، نتزوج. نتزوجك مين؟ انا وانت نتزوجك؟ انا وانت. لون ونضرب عادين عرف كده واي مغرب في سكر قريش ولا ايه؟ بس على شرط. يفسدوا. مولات السلطانة شجرة الرز، الأمير عمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجة من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاتي السلطانة شجرة الرز، مولاتي الأميرة، كما أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدم الجديد ده ولا ايه؟ مين ده؟ خدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست عند ميجانس. اسمحي لي يا مولاتي، أنا أخذه معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. هو ده عمر الدين اللي أنا هتجسس عليه؟ تا تا تا. بعد إذن مولاتي بص الطير. هيا بنا، هيا بنا. أهلا بي. وإيه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجرة الرز إن أنا أتجسس عليك وأعرف أخبارك إيه. أنت الجاسوس الجديد. تحت أمرك يا مولاي. أي نوع من الأخبار؟ يعني كلفتني كده إن أنا أعرف سعادتك يعني متجوز ولا لأ، ومراتك شكلها إيه؟ قلت في عقلي بدل لأ، أكيد مولاي الأمير أمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حتة هياخد بجد واحدة أمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ما يضلجر. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك بخلف منها ولد ولا لا. برضك قلت في عقد بالي اكيد مولاي الامير امر الدين خشاب مخلف بطل، بطل يحمل اسم مصر الى العيباء فوق كده. ده من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا مولاي، ازاي ايه؟ ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي، انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش ما تنزل الاعدادين، اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقبه ناس بتدب تحت رجليك تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان امر الدين خشاف. امال ايه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. احسن دكتور خزان. تعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى، سيبنا نشوف شغلي. زكي. من سنين فاتت وانا بحكي حكاية الأميرة زينات. الأميرة زينات اللي بعتها في سوق العبيد عشان احافظ عليها من القطار.
فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوة التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوة دي؟ الأمير طربال اللعين. طربال، شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟ احنا سددنا عجز السيوف، لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقة. امسك الصورة دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليلة. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصة للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولات السلطانة شجرة الرز باعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمة شجرة الرز، دايما بتبدي مصلحة البلاد على مصلحتها الشخصية. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود أكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي أخبار من كل أنحاء مصر المحروسة. عايز عيوني المنتشرة في كل مكان تبقى دايما جاهزة، دايما صاحية، مستعدة. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضلوا. خيانة! الحرات! خيانة! خلاص سلم بيه! بس سلم بيه! تعويض ولا ايه ده؟ بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم ده؟ ولدي الوحيد هو ده كله. وحشني يا ابويا. ابويا 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 وحشني. ما تخافش ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه. انا مش عايز. انا انت ازاي يا قمر الدين؟ زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق، انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده من صغار يا مدام. حبيبي 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 هبا حبيبي حبيبي حبيبي. اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان تحمر. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه يا حبيبي اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه، طبعا حلوه، شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي ماشي يلا وريني يا كمان يا كمان. هتوريني كده يا حبيب بابا؟ ده اسمه ايه؟ حصان. بص حتين لفوق 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 لفوق. الله يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت كنت تقول ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي؟ ابويا ابويا يلا بروح. ابويا ابويا الحصان. ابويا الحصان. فين الحصان؟ يا ده ده شويه. فين الحصان؟ يا ده ده ابويا. يا ده ده ابوك جوه عنده موقعة الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يا في بطني بتاعي. في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا ام غلاستك ده انت غلس قوي ده يا ابويا. بس يا نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ يا ابويا مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو، هو بس مش سوي بحاجه تانية خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا مش دول. مش دول هو كان الحصان. والله هو دول مصحف. انا هجيب من حصيله تانية. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كدب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كد. كد بقول لك حضرتك ملوي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي، اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه يا ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده. اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كداب ولا اهبل وبريالة وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليه الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان، لأنه هو أكثر من كده بقى بصراحة. يبقى أنت بقى اللي أكلت الحصان. أنا اللي أكلت الحصان. أكلت الحصان أنا والله يا سعادة السمير. لمبي
طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر، انا كنت بهزر ده كله يا زعربور، انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عويد عويد عويد. الله ينعل ابو غلاسة اللي جايبينك. يلا يا منعم. لمبي. ايوه ساعة الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدولة. شكلها ايه؟ متناثرة الاحجام، فدي عايزة بوصلة عشان تحددي الخلقة فين بتاعت وشاشة تعرف تتكلمي معاها. وحشة يعني؟ وحشة منين؟ وحشة منين يا ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشة نفسها. دي تقدر تقولي رضع من وحيد الكرم. ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجة وايه؟ وفاكر نفسها زغلولة. وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار ألعب. أنا ما قتلتش قمر الدين ده. أنت حبيبي. أيوه. وشريكي في العرش. أيوه. مولاي اللي شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى تمراية واحدة. كنت صايم تقريبا. أيوه تعجبني. خليك بقى على المقولة دي. خلاص. قشطة. قشطة. ايوه. يا لك من داهية. امال ايه؟ مغوار. وعسل كمان. والنبي عسل. والنبي والنبي قشطه. انت عارفه؟ انت جايبه اخر الحريم، خلي بالك وحط في ذهنك ان انت جايبه من اخر الحريم. بالك انت لو دخلت على اي بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا، مش هيجيب فيك خربوش. عشان انت الزيرو وانا موت في الزيرو، من صفر المية في 3 ثواني و10 من الدقيقة. يا اهل مصر المحروسة، راحت ايامكم المنحوسة. يا اهل مصر المحروسة، غدا الفرح والافراح، غدا زواج الاميرة شجرة الرز على الأمير اللمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب. يا أهل مصر المحروسة. اللمبي هريسة ابن المهروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير اللمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهاردة. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا آخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين اللمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين. بيقول لك بكره فرح، يعني فته وهوبر واللازم منه. في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بلد، وانت بتتكلم في هنجر الفته. ليه محسسني ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبده عند المملوك؟ هو هو. مش عارف الست دي موضوعها مكلكع كده ليه؟ لا ما انا عارف. رغم غباوتها انا عندي احساس انها لازم تكون مظلومه، مش عارف ليه. انتوا دورتوا في حاجه الراجل ده اللي اسمه عم صالح؟ انا ادور ليه ابنه اللي بيدور؟ انا مالك يا بني ادم؟ انت مش قلت ان ابنه ممكن يساعدك؟ وافرض خلاص، خد ابنه وروحوا عند الراجل ده ودوروا في هدومه محفظته
ورقه. هي دي كل الحاجات بتاع المرحوم؟ ايوه يا فندم. هي انا ما اعرفش ليه الفكره دي ما جتش على بالي من الاول. اتفضل يا سعاده الباشا. دول كل المسجونات اللي اسمهم ليلى، بس في ملحوظه صغيره يا باشا، عطيه معاني وما اسمهاش ليلى. ده ادي الذكاء ده يالا. ايوه كده ساعدني. لك مصيبه تشيلك. امشي يالا. الصف الاولاني ده يرجع ورا والتاني قدام. يلا نفذ يا بيه نفذ. اقف قدام. ايوه قدام بسرعه بسرعه يا اخي. انت انا تعال انصرف. شرف شرف شرف. في حاجة يا باشا؟ مالك يا شعبان؟ ده أنا بقول لك الكلمة مرتين وتلاتة وأنت مش معايا خالص. مالك النهاردة فيك إيه؟ جرى يا جيجي؟ ما إحنا الاتنين قاعدين مع بعض أهو وأنا قدامك زي الفل. لازم تعرف طبعي من الأول. أنا أحب أعيش في سعادة وفرفشة. مفيش مانع يجي لنا شوية هموم في النص نخلص منها أوام أوام ونعيش حياتنا سعدة. قول لي فيك ايه؟ حاضر يا حبيبتي هقول لك. ويعلم ربنا ان انا ما كنتش عايز اتكلم معاكي عشان ما اضايقكيش، لكن ما باليد حيله. الحسبه اللي انا كنت حاسبها في دماغي برمت مني على الاخر، والقرشين اللي كنت محوشهم بعطروا يمين وشمال ما بين شويه ديون كانوا عليا، والحمد لله سددتهم ما بين بعض أصحابي اللي كانوا عشمانين فيا واستلفوا مني فلوس، ويا عالم بقى هيردوها ولا لأ. ده غير شوية خسائر هنا شوية خسائر هناك، وفجأة فجأة لقيت الدنيا كلها اتدربكت تحت مني، وما بقتش فاهم حاجة خالص. ياه كل ده يا حبيبي جواك ومخبي عليا. أيوه حبيبتي حطي نفسك مكاني. مش سهل عليا طبعا ان وانا ببتدي حياتي معاكي امد لك ايدي واقول لك اديني انا محتاج، مع العلم ان المفروض ان انا اعيشك برنسيسة مش محتاجه اي حاجه خالص. ينفع ده؟ طبعا ينفع. ايوه احنا مفيش بينا فرق. ايوه حبيبتي بس انا كرامتي ما تسمحليش. هو في بينا فرق. قول لي انت محتاج كام حبيبتي؟ ده مبلغ كبير قوي. ولا يهمك اللي انت عايزه. فرفش بقى. حاضر يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. ربنا يخليك ليه وما يحرمنيش منك. يا سمير قلت لي ايه رايك في البروكه دي؟ حلوه. انا يا سمير مالك؟ انا عايز حقي في عمليه قطاط عنق داير مليم ومات الكلام. يا صالح ما تفتح. اهلا يا عم صالح. أنا هقول لك يا باشا على كل حاجة، بس اضمن لي سلامة بنتي. أوعدك إن أنا هعمل كل اللي أقدر عليه. سمير يا باشا. مين سمير ده؟ هو اللي فتح لي عينيا على شعبان وخيانته ليا وخطف بنتي من حضني ورميتي هنا في السجن. سمير هو اللي هيدلك على شعبان يا باشا. معلش يا باشا أنا آسف، أنا شفت حاجة أنا مصدقها لأنه باين في عينيا جدا الصدق، وده نقدر نوصله إزاي؟ ممكن تسكت أنت شوية؟ ليلى سمير ده نقدر نوصل له ازاي؟ هو جاي لي بكره على الزياره. شكرا يا ليلى. اتفضلي انت روحي على الزنزانه بتاعتك يا بكير. ايوه يا باشا وصلها.
انت اكتب لي طلب استئناف وانا همضي لك عليه على طول تقدمه للمحكمه. سمحت يا عباس باشا، انا كنت عامل كده من نفسي لان انا كمحامي مجتهد تفاصيل متعشقه في بعض، وانا كان ليا عتاب بسيط عند سعادتك. اتفضل. حضرتك كلمتني بشكل غير لائق قدام السجينه، لكن انا مش زعلان. صدق ان انا عايزك تزعل، لان لو صوتك عالي شويه احبسك. اطلع بره يلا، انا كل اللي يهمنا قضيه قطعت. حاضر حاضر يلا. حاضر حاضر يا سلطان المساجين، يا سلطان المساجين. مجنون ده ولا ايه؟ ازيك يا بكير؟ اتفضلي يا ست لميس هانم، والله ده السجن كلها تنور وربنا. ازيك يا جدو؟ اتعالى يا ابويا يا حبيبتي. وحشتيني. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ الحمد لله. في حد بيزعلك؟ لا. خدامه زعلتك؟ لا. عباس زعلك؟ لا. بكير بيزعلك؟ لا. الطباخ بيزعلك؟ لا. الخدامه زعلتكي؟ لا. حد زعلك؟ لا. طب ازعلك انا؟ بس يا حبيبي بتضحك على ايه؟ الله. طب بصي جبت لك ايه حبيبتي؟ حبيبتي اهي. ادي شوكولاته. شوكولاته فيها زبيب؟ لا مكسرات. مكسرات؟ ايه المكسرات دي؟ حلوه. ما تتكسرش يعني شوكولاته. انت بتحبيها. انا بحبها دي. طيب اسيبكم انا بقى للمشاعر الجميله دي واعمل تفتيش على السجن. قطاطه يا جماعه، الحاجات اللي على المكتب دي محدش يمد ايده عليه، ده حاجات مهمة. تسرقي حاجة، تلعبي في حاجة، أنا بقول لك. جدو بيهيف. أيوه جدو بيهيف. جدو بيهيف على طول يسكن بيهيف. أنا بيهيف. أمال ده هو اللي بيسرق كل حاجة يا عباس. يلا بكير. ومصعب أمال ده. عباس. عباس بيهيف. مشي 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 مشي. عباس بيهيف. مشي. مشي. عامل إيه؟ الحمد لله. كويسة؟ هتسيني البيت الدبوسة. حاولتي كمان يا قطاطة قوي. طب تعالي بقى نقعد هناك. هناك يلا. عشان عايز انزل احكي لك الحدوته. يلا يلا. استني. تعالي. بس هتاكليني شوكولاته؟ اه يلا. استني بقى. براحة براحة يلا. نزل بقى. يلا. انت فين؟ انا هنا انا هنا يلا. يا قطاطة حرام عليكي بقى. نزل بقى. يلا يلا. اخش كده؟ ايوه عشان تاكلي الشوكولاتة. يلا بقى. اي 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 بس. يلا تعالي. يلا بقى عشان تقولي لي. ماشي معاه. تحكي لي ايه اللي حصل. اي براح براح. انزل انا معاه. براح. حبيبتي يا قطاطة وحشتيني. انت كمان وحشتيني. يلا بقى احكي لي ايه اللي حصل. حصل في ايه؟ اللي حصل في الليمبي. الليمبي؟ يا حبيبي. اهو. جاي لك اهو. جاي وهو معاه شوكولاتة. سندوني. على مالك انزل 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 ما تخافش انزل انزل. انزل ايوه. بس سيب نفسك. سيب نفسك سيب نفسك. ايوه ما انا مش عارف امسك كلام. سيبني انت. ما سبتك. ايوه متشكرين قوي اخويا متشكرين قوي. الله يخليك يا لمبي. ايه لمبي؟ لمبي ما انا هنا اهو يا عم هريس. اعرف فين؟ امال مين اللي صاحبك؟ اصل انا اديني كام يوم كده بيجيني غيبوبه. ايوه ما ببقاش عارف اللي ورايا من اللي قدامي. طيب يمكن دايخ اجيب له نبوت العسكر. تجيب له ايه؟ نبوت العسكر؟ لا والنبي والنبي عود يا اسمك ايه بقى؟ مش وقته اسمك ايه والكوارع اللي منزقها ايدك دي؟ اهدي منها شويه. ايه؟ عاجبك كده؟ عاجبك؟ انا فعلا محتاج لواحد من نبوت العسكر. نبوت العسكر؟ تصدق ان انا غلطان ان انا بتدخل في العيله دي؟ يا سلام. هيرجعني لذكريات الجميله انا وصلاح. انت وصلاح؟ صلاح مين؟ ستك. ست اسمها صلاح؟ ليه وانت كنت متجوز احد العسكر ولا ايه؟ اصلها كانت وحيده على سبع بنات. وحيده؟ يا ست الراجل ده بيخرف ولا ايه؟ وحيده على سبع بنات ازاي؟ لانها ما كانتش حلوه قوي زيهم. ايوه. فكانوا خايفين عليها من التلف. من التلف ولا من الحسد؟ اكيد خايفين من الحسد صح؟ ايوه. طب والسبعه التانيين راحوا فين؟ تلفوا. تلفوا طبعا فخفتوا عليها فسميتوها صلاح. يا سلام. ايوه كنا نقعد تحت الشجرة اللي ورانا دي. يا عم شجرة ايه ده؟ عرش موجود عندك عرش اهو. قبل العرش ده ايوه كان في شجرة وكان جنبيها ذكر بط لسه سايبينه لحد دلوقتي. شجرة وذكر بط؟ ماشي 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 خرف يا عم يا ريس. ايوه وبعدين كان شاهد على حبنا ذكر البط صح؟
ايوه هي تحذفني بنبوت وانا احذفها بنبوت ونقعد طول الليل نضرب بعض بالنبابيت ونقوم الصبح دمنا سايح هو ده الحب الحقيقي. يا سلام يا عم محمد يا فؤاد. لمبي ايوه لمبي لفني. الفك فين في سجارة؟ لفني ناحية العرش. حاضر. يا مملوك هضبة، يا رجال المملوك هضبة، هريسة أبو الليف في النزع الأخير، واللمبي جوز السلطانة شجرة الرز مهتم بأمره. ترى يا رجالة احنا هنسيب هريس هيموت كده بسهولة بعد ما فلسنا وخد فلوسنا من غير ما نعرف مكان الكنز فين؟ أنا عندي فكرة يا مهندمي. قول، أنا حاسس إنك هتقول لنا حل. احنا نروح كلنا كده بصحبة السيد هضبة ونفاجئ هريسة ونكتم على نفسه لحد ما يقول لنا مكان الكنز فين؟ الراجل بيقول لك بيموت، بيموت، هنهب فيه أكتر من كده يا بختي. الله! وهنعمل إيه دلوقتي يا سيد هضبة؟ الله! الله يخرب بيتك. اهدى يا مسرور، انا عندي الحل. ايه هو؟ اكيد يا اخوانا هريسه قبل ما يموت ويفلسع من الدنيا هيقول برضو مكان الكنز للمبي جوز الست السلطانه شجره الرز. يا سلام يا سلام يا سيد هضبه، والله كلامك احلى من لقمه القاضي يا سيد هضبه. يا سلام، كلامك لوز مؤشر. يبقى المفروض يا رجاله نراقب اللمبي دوت على طراطيف ايدينا من غير ما يشعر بينا خالص لغاية ما نعرف مكان الكنز فيه، وساعتها اخده لوحدي. ايه؟ قصدي يعني اخده لوحدي وارجع نقسمه على بعضينا بالتساوي. الله الله، كلامك احلى من ام علي. كلامك مكسرات. يبقى على بركة الله، مين بقى رجالنا اللي المفروض نراقبه من غير ما يشعر بينا بتاتا؟ الليمبي جوز السلطان. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي جوز السلطان. يلا بينا يا رجالة. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، انا بقول ايه من الصبح؟ على هريسة نتصنط عليه وهو بيقول سر الكنز للليمبي جوز السلطان. هيا الليمبي جوز السلطان. هيا الليمبي جوز السلطان. قول لي بقى والنبي الليمبي. هيا قرب مني. حاضر. قرب كمان. نعم قرب كمان يا بخيل. انت عايز ايه مني؟ انت عايز ايه مني؟ الوضع ده مش حلو. قول لي الكنز فين وما تزمنيش وما تستغلش الفرصة. يا بابا يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش يا بنت. هيأذيكي ايه هو تعبان ده؟ رجليه اترفعت فوق. دي علامة مكان الكنز. اهو انزل انزل يا جدو، انزل في امان الله. تعالي بقى، يقول لك ده كربات. فين هنا؟ كنز يا بنت. كنز ايوه. كنز كنز كنز. لا ده هنا عالي، يلا تعالي يلا بينا، يلا عشان نهرب. عندي يلا يلا كده. ايه ده؟ مين دول؟ الخرفان دي. فين الامير تربان؟ الأمير تربان مات. وأين الأميرة شجرة الرز؟ في الكشري. خلاص ماتت رخرة، قعدوا يضربوها بالبباقيب لحد ما حذفوها من فوق اللي ماتت. وأين الأمير عمر الدين خشاب؟ كل سنة وأنت طيب بقى، اتلهف على المائدة، مات راخر برضك. نحن نرفض هذا الكلام. ترفض إيه؟ أنت تقدر تبدأ؟ إذا أردتم أن تسلموا سلموا تسلموا، تنعموا بالغذاء والراحة والأمان، تدفعون الفدية ذهباً. مفتاح كنز هريسة معلم. أما إذا لم تدفعوا
فسوف نسحق نساءكم ونستبيح أطفالكم. لا تدعوهمش يا لمبي، دول كذابين كذابين. أي بلد بيمسكوها بيخربوها بياكلوا خيرها، ما بيعملوش أي مصلحة للشعب. طبعا خرفان بتاكل أي حاجة قدامها، خضرة ناشف يابس أي حاجة بتاكلها. خرفان ماء ماء. هذه رسالة التتار، أريد ردكم. ده ابنك ده ولا إيه؟ ابنك ولفه ولا إيه ده؟ ده إيه دي؟ خد الرسالة أهو، إحنا موافقين. فين؟ لا استنى بس يا عم أنت، استنى يا عم يا حماسة صور وخلاص. الله، أنت بتبوظ البيعة دي. ده كان الخروف الكبير أهو بتاعهم واقف وبيديك الحاجات بتقول لك الشعر، هياكل وهيشرب وهيتمنح بعد ما أنت، مش كده يا ست السلطانة؟ أيوه أهو شفت بنتها ردت عليا من جوه. هي بص طالما أنتم ملتزمين بالكلام ده خلاص، إحنا بقى الشعب ياكل وينعم بقى. يا إيه الكلام اللي بتقوله ده يا لمبي؟ يا عم اللي أنا بقوله ده صح؟ ما ينفعش. هينفع أي مجاعة في البلد هتحصل؟ الخرفان على قفا من الجيل هيتباح لك أي خروف من الواقفين دول، والناس تاكل بقى وتزعطط بقى، كل سنة وأنت طيب بقى. ما ينفعش يا لمبي، لازم نحاربهم، نبيدهم. تبيد مين؟ دول يتاكلوا مش يتبادوا. امسك بص اقول لك على حاجه، انت اتصرف، انت شكلك قائد عظيم. انا هستاذن حضرتك عشان خاطر انا عندي ميتنج دلوقتي، اوكي؟ يلا بينا يلا يلا يا ريت تجري. اجري يلا يلا. اوف 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 اوف. بص يا زنوتة يا حبيبتي، دلوقتي هما هيجوا يخطفوكي، انت تعتني العرش وتقومي بالعدل واسترجلي شوية في ال العرش. العرش من غيرك ما يسواش يا لمبي. ما انت بتقولي ده ما ينفعش خالص في الحكم على مصر. الصوت ده يحكم مادة سنية يا بنات، فاسترجلي كده وخليكي جنب راسها. ان هما ها هو لمبي ها لمبي. ما تسيبنيش يا لمبي، ما تسيبنيش. تعالى يا بنت اوعي تعملي وانت بتحكمش تعملي كده. انا بحبك والله. بص هحطك ده فوقك. لا ما خلي بالك من نفسك. يا رب يا رب ما بلاقي نفسي عند الفراعنة يا رب. انا سامع صوت كركره وميه وشيشه، ناس قاعده بتشايش. امورنا خواجه، هو البحر ده بحر اليونان ولا مرسيليك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين توال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندريه. اسكندريه مريه. اسكندريه يعني بينه وبين السيده زينب ساعه ونص بالدجو، سبع راكب واخد الكنز واقلع بقى. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابدا كان عندي زف البحر امبارح. انا برضه بقول الحجرين توال. جمبري اللخبطة دي بقى. يا لنا ست داهية، يا لنا ست فتيسي. يا ابو شلباية فين الناسوين اللي وعدتنا بيهم؟ دلوقتي يهلوا. جمبري 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 جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جاي لك رحلة من مصر. دلوقتي يهلوا، اجيب كرسي شمسية. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا فتيسي. مين الولد الغريب
يصطاد عندنا ده؟ يومين الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا اللي ايه حق صحيح جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي. الله امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف انا فرد الحكومه. لا يا عم الحاج خفيف، دي مش فرد الحكومه، دي بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه اعملها بقى يا عم الحاج. هو الولد ما فيش حد مالي عينه ولا ده انا اللي عامل لي فيها فرطه قوي. ماشي يا ولد، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. انت يعني انت اللي انت ناور فيهم يعني؟ يا من ايه يا ضياء؟ ايه يا ضياء يا انت متعصب يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها معاك. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياض. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. بينا بينا عاكشين على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. بينا يا رجال اوعى ما تزيد. مشكلين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الرئيس سنجاري كلب. الرئيس سنجاري كلب وفضل يستحلب ويدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله. هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت تسلمني يا ابني. لا والمصحف يا معلم سناره، انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف، انا مش سيدي زينب والله. الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا خد. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عصلية أول امبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى له ادوك كراكول. يا عم أنت ما تتكلمش خالص أنت بقى. نزل إيدك يا ولد. أخ عبك إيدك بقى. الله. يلا بينا على الكراكول يا رجالة. يلا ما تبعيش يا أنت بقى. يلا يا حبيبي. يلا يلا ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي بتعمله يا عم. والنبي يا عم انا مش سيدنا والمصحف انا مش سيدنا زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرق مركبه بعسليه. اصليه مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي، الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول حاجه للنبي بقى. الولد على حق. اهو النبي على حق، سيبني بقى. اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط في مفتاح وفي باب، فبخش وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابي ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله عندنا يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا اخدته. ده دواء التشنجات ساعتها. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبه اللي كانت قاعده على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام اعصابك يا فندم، اعصابك. خلاص يا غريب، بنظام. احكوا لي ايه اللي حصل. الولد ده ولا انت ما تغلس، امنع الكلام والا قسما بالله اهو. حاضر يا باشا.
بنظام. احكوا لي الولد هو اللي حرق مركبه بعسليه. يا عم ارحم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق والنبي غلبان امال ليه في اي حاجه. انا مش سيد الزنب اصلا والله وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش بنبقى والله. امنع كلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المساله وضحت على الاخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعه. شو قدام يلا بره. باخد اقف مكانك. اثبت جوه كما كنت. كما كنت. لا هو مش طب ولا لا كما كنت ودخل ولا لا ولا 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 حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر فضل. فضل تعال اقعد. حاضر. استناك كتير. لا نعم. ولا 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 قوم. ايوه. اقعد. ما نهزر اقعد. حاضر اقعد. اثبت مكانك. حاضر. كما كن. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده احلى. ده في سفنك كتير. في سفنك احلى. صحت الباشا انا مش من هنا. انا اصلا من سيدة زينب وراجل بعمل طعمية وعلى باب الله. بالناس انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحة بالمفتاح وفتحت باب ونزل من عند التراب. استنى استنى, بس... استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبرة انا وبسبوسة وبعدين فتحت الباب فجأة لقيت نفسي في قلب السحرة وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسينة لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرى يا عمنا ما قلتلناش الولد الليمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ الولد ايه؟ تشرب ميه طازي ما عندوش حاجة. اشتعل ليك يدوم الواجب ابو الشنبان. انت تؤمر يا حليم. من عينيا من عينيا. بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف. ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي. ماشي يا حليم. طلع قشر بياض ملوش في أي حاجة. براو عليك يا واد حليمه. خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك أنا حليمه هو خارج إمتى؟ في ديلي على طول. الله أمال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه جاوبه. بقول لك إيه؟ ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك، فين الحلاوة يا عم عبده؟ من عينيا. بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك ايه يا حليمه؟ انت تطلع على البوظه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. يدوم الواجب ابو بديعه او النبي احسن الواحد على لحم دماغه من امبارع. بطن لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يدوم ابو بديعه. يدوم يا رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان. انا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وانت كمان يا ابو وديعه لازم نقتلوك. بس بقى فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحيه وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب وقلنا كان الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحيه الثانيه قابلت مين بقى؟ قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الدر، بس هي كانت مستنقرة ظهر في الشخصية هناك عندهم في البلد منذ كده، فانت بس عرفني. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعة عشان ما حدش يزعجنا في القعدة الخلوية اللي احنا قاعدين فيها دي. غريب غريب. تمام يا فندم. مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه والولد ده بريء. شفت بقى انا والله ما انا بقول لك انا بريء. انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. خلاص
غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدام. على النعمة ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثة انا ما اسمع الكلمة دي الا من سعادتك بقى. ايه الرأي بقى؟ عليا طلاق بنت ثلاثة. ناخد الكلمة دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غني علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني. حبيبي حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك. مبسوط إن أنا خدت إفراج على إيدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. ربك يكرمك يا حمادي حلولي. ادعي لي. ربنا ياخدك. أنا سيد الرجالة، يعني الإمباوي ودم حامي وسخن ومصنع الرجالة، وما أقبلش إن مراتي ترقص في كباريه بالليل. أموت في الأدب. أرقص الصبح بس. اسم أناناس، اسم أناناس، اسم أناناس. صباح الخير يا سيد الناس وتاج راسهم. صباح الخير يا أحلى أحلى أنواع موجودة في الدنيا كلها. بسم الله. أنا مش مصدق نفسي. ده أنا كل شوية أصحى من النوم ألاقيك جنبي، أتنفض كده وأتفز أقول مين ده؟ أنا اتشقيت ولا إيه؟ أقول يا فضحتك يا أنوعة. افتكر ان انا اتجوزت. انام
اشوفك اتفزع، انام اشوفك اتفزع، حسيت بيا؟ لا والله ما كنت حاسس، لان انا كان عندي وانا نايم جنبك بتفزع كان عندي كبوس. كبوس؟ اه كان كبوس وحش قوي قوي. اه والله كنت طول الليل عمال اتضرب بالقلم على وشي طول الليل وانا نايم. طب وبعدين؟ ولا قدام فتحت عينيا لقيت اخر قلم نازل عليا من الكبوس دراعك هو نازل على خدي. فزع حضرتك كان نازل عليا انا. يقطعني خلاص ابعد بطني وانا نايمه. ليه يا بنت؟ ليه الميول اللي انت فيها دي؟ اموت في الادب اموت في الجيلي اتجوز نعجه. صباح الخير يا لمبي. ده الصباح الزفت ده الصبح لمبي. صباح الخير يا حنايا. تعالى ياب. تعالى يا حبيبي. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. ما شاء الله ابوكي بقى كوكب الشرق جاي للصحيحه. صباح الخير يا ابو النوع. صباح النور. ايه بقى فين بقى؟ انت قلت لي هريسه بعد جوازي من النوع على طهر وشدد على هريسه، فين هريسه بقى؟ هريسه ده ايه؟ الهريسه ده ايه؟ هريسه اللي انت قلت لي ان من امك الافريقيه ده ولا الفلبينيه؟ منين؟ انا قلت الكلام ده؟ ايوه قلت الكلام ده. لا ما حصلش، ده انا حتى كمان مقطوع من شجره، ده انا حتى كمان ملياش لا ام ولا اب. جاي يابا انت قلت الكلام ده؟ انت بتحاميله يا بنت انت ولا ايه؟ يا بنت لا عندك اوعى تغلط. يا بنت انت بتكلم ابوك كده ليه؟ وابوك ده ولا مجراه؟ اه ابوه. استنى انت يا لمبي، هو انا ماليش راجل يحميني ولا ايه؟ بلاش جسمه كفايه اسمه. ايه يا عبد الحاج؟ ايه؟ هي صحيح بلاش راجل يحميها ولا ايه؟ انا ممكن اعملها معاكوا بص واعمل الصح ومن الاخر، بس اللي مثبتني ومفكسني الطربوش اللي على دماغك ده اللي بيمثل قيمه من المصريين. مصر مش بالطربوش يا لجي، وادي الطربوش. على فكره انت كده بتغلط في المصريين. من فضلك لبسني الطربوش. تعالى اتفضل. حلو كده؟ امال يلا بقى انت قلبت بتاع زلابيا كده، طلعني العريسه على طول كده. انا عرفت انك انت راجل وتقدر تحمي بنتي بعد ما اديتني الطربوش. امال ايه؟ مش قلت لك يابا؟ يا ولاد ايه؟ انتوا عاملين عليا مسلسل؟ يلا بقى فين هريسه اللي خلاص؟ فوق فوق؟ مات من غير ما اعرف السر؟ بقول لك ايه؟ هو ده فعلا يعني ابوك يعني ابوك يعرفه بجد ولا اي كلام؟ طبعا بجد، ده عم هريسه. والنبي طب يلا بينا. يلا. ايه ده ايه؟ انت داخله هتعملي له نمره هترقصي؟ ما تستنى تجمدي يا بنت انت ايه؟ توقفي مع الراجل مش صباح تبشير. بتغير عليا يا لمبي. الله، امال ما كنتش غير عليك انا غير على مين يعني؟ اموت في الادب اموت في الشلي. يلا يا بنت بقى يلا بقى. حي اثنين ثلاث هوب، حي اثنين ثلاث هوب، حي اثنين ثلاث هوب، معتدل مرش. لا بخش. ايوه كده استرجلت يا بنت. صباح الخير يا عم هريسه. صباح الخير يا النوعة. من ده؟ ده جوزي اللمبي. جوزك؟ أمال بيبص لي كده ليه؟ سيبه بس عايز يتأكد من حاجة. خلق الناطق أبويا الله يرحمه. أنت عم هريسة؟ لو أنت ابن حد متدياني فأنا مش هريسة. طب لو أنا مش ابن حد متديانة أبقاني هريسة. هو اللي أنت بتدور عليه. انت مين؟ انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه. يا رب انا سمعت الاسم ده فين قبل كده. جرى يا عم هريسه، ما انا لسه قايلك ان جوزي اللمبي. جرى يا بنت ما تبخش فيه. الله. اموت في الادب اموت في الجلي. هقول والنبي بقى يا عم هريسه، ممكن اكون سمعت الاسم ده في حته كده ولا كده، او بشاره قالها الطالع. ايوه. لا شوف بقى طالع بقى واطلع معايا واحدة واحدة، وخلي بالك وانت طالع لا تقع. ايوه الدبانة الحمراء، يبقى انت حفيدي اللي هيعرف عن طريق مكان الكنز، وانا في النزع الاخير. ايوه حفيدي جدو قريبي. قول لي بقى مكان الكنز فين؟ ما قلنا الوصية بتقول إن أنا لازم أبقى في النزع الأخير. مستعجل ليه؟ كنزك موجود. أيوه كان صح حكاية الكنز يا لمبي. أمال إيه بقى؟ هو جوزك خنتاريش ولا إيه؟ أيوه النوعة. أيوه صحيح الكنز حقيقي،
واحد تاني بيه انت واللمبي حفيدي. حبيبي يا جدي يا قريبي. يلا بقى ادقلك في الطاسه بقى وخلص على نفسك بقى عشان عرفنا كان الكنز. ارمي نفسك من فوق السطح بتاع البلوك. الله يعفي نفسك. هو من اي حاجه فضحي سبيلنا حفيدك يسعد. هو الله النوعه. قول لي يا بت اقصى عليك يا لمبي. عايز تموتني قبل اجل ما يجي اهون عليك برضو. ده انا برضو جدك. اصبر شويه. ما تزعلش يا عم هيسة خلاص موت على راحته. طب ايه بنت الكلام اللي يموت على راحته؟ احنا فاضيين الكلام ده. اقف قادر. اموت في الهدف. اموت في الشلي. وارجوك استحلفك بالغياب الغالي عندك. تدلني المره دي على مكان الكنز بجد. انا تعبت. تعبت خالص. بالراحه علي. سيبنا موت واحده واحده. واحده واحده يا عم هريسه. كده هيبقى خانقه وكتير قوي بصراحه بقى. انا تعبت يا عم هريسه بقى. اللي موت واحده واحده. ما تاخدها ماشي احسن بدل ما تموت واحده واحده. مع السلامه عليكم. اما تموت بقى ابعتلي. استنى يا حفيدي. ايه؟ مادام طلعنا قرايب ما ينفعش اموت وانا جعان. ما تعملوا لي طبق طبيخ ولا صينيه صياديه. على فكره انتوا كلكم سحنه واحده في قلب العصور اللي انا شفتكم فيها. كل خلق واحده ونفس الغيتاتها. على فكره نفس السئاله ودماغ ما فيش. واضح ان العيله الهرسيه دي عيله من قبل تاريخ التاريخ. مع السلامه عليك. يا كبدي. ايه اللي حصل تاني؟ يا كبدي. ايوه يلا بقى. يا رب تموت. يا رب تموت يا جدي. يا رب قلبك يقف. قرب مني اهو. نفس الريحه. ريحه مين؟ ريحه بلطيه. بلطيه؟ بلطيه مين؟ بلطيه العايمه. بلطية العايمة؟ وانت بتحب عبلة كامل ولا ايه؟ احيه. احيه مين عبليك؟ مين محية الكاملة دي؟ بلطية العايمة. أيوة. ستك. ست اسمها بلطية العايمة؟ ايوه. غرقانة دي ولا ايه؟ ولا هي اسمها كده؟ احلى قصة حب في المكسيك كلها. لو نبي كنا نقعد على بير مسعود. ايوه. هي تغطس غطساية. ايوه. وتطلع قرش. ايوه. وانا اغطس غطساية. ايوه. واطلع قرش. ايوه. ونحط القرش على القرش وتقعدوا تضربوا تلمع في حمايتين. صح مش كده ولا ايه؟ احيه. احيه يا عم. عيب الجمله اللي انت بتقولها دي بتاعت حريم. كنا بنكون نفسنا. ايوه قرش على قرش يعني. ايوه ايوه. ومره في ذات الايام. ايوه. غطست الغطسه وما طلعتش تاني. نعم النبي. ريحتها جت. ايوه. جت فين؟ انا جاي لك يا بلطية. لا اوعى تغطس. اوعى تغطس بلطية. انا جاي لك اهو. استنى يا عم. هي بتشدك ولا ايه بلطية؟ عم هاريس استنى. قول على الكنز قبل ما تنزل وتكتم نفسك. استنى. لا قول على الكنز. قول على الكنز. قول على الكنز الاول. قول بس. ايوه ايوه. ايه ده بقى عبيط قبل ما يموت الكبار ما بيموت. يا لهوي مات. مات طبعا. يا لهوي. يا هضبة فندي. يا رجالة هريس ابو الليف بيخلص خلاص. وعنده جدع اسمه اللمبي والبت قنوعة. وشكله هيموت دلوقتي اهو. هنسيبه هريس هيموت كده بسهولة. من غير ما يقول لنا على مكان الكنز فين. ايوه يا جدعان. وهنعمله ايه دلوقتي. يا هضبة فندي. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك يا مصر. اللي بتحببه دي وقعت البوزة. ايه دي يا هضبة فندي؟ لا مؤاخذة خواجة عندي انا دي. عندي الحساب كله. يلا بينا يا رجالة. عارفين ربنا ينتقم منكم. إلهي سوقت رمي يكون أعمى ويقفكم مرة واحدة على هريسة وهو بيعترف بالكنز للمبي. يلا بينا. هو ده. ده صحي يا بنت. ده العلامة بتاعت ال هو هناك اهو. هو يا بنت اهي. ايوه المفتاح. ايه ده؟ اسمع طالع. انتوا جيتوا؟ قال لك فين الكنز؟ سد انتوا ولاد حلال. انت ومصحف ولاد حلال ان هو لسه واخد الدواء بتاع السد دلوقتي وقال قبل ان انام شويه واصحى يودوكوا على الكنز. بس كون انتوا جيتوا يعني. مش كده يا بنت؟ انا شفته والله. لا بقولك هيتفضل. فين اهو قاعد اهو نايم اهو. يعني هناخد الكنز يعني؟ هتاخده. خش. ربنا يخليك. يلا يا حبيبي يلا. قول بقى. اهو هيصحى دلوقتي. يلا يا بنت. يلا 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 يا لم. ايه بس رايحين فين يا اولاد؟ يا عم حاسب يا عم. ايه ده؟ ابوك ده ولا ايه؟ ابويا يا حبيبي.
يا ابني انا ماليش غيره. معلش معلش هنشوف له حل هيفوق دلوقتي. طب انا محتار دلوقتي بين جوزي وابويا. جوزك طبعا الشرع بيقول كده في يوم العرس. لمؤاخذه يابا. يلا معلش انا رجعت لك ليه؟ يلا هاي محدش هيجيبه غيري. هات الليله. بص بقى دلوقتي انا غصب عني لازم اسيبك وامشي، في ديانة ورايا وانا هتسيبني يا لمبي؟ ما ينفعش الديانة ورايا، هقابلك اكيد هقابلك. هترجع؟ والله هرجع، هرجع لكم كلكم مش ليك لوحدك. بص البلد احتمال الاقيك انت وراه. خلي بالك من نفسك يا جماعة. ايه الكلام الغريب ده يا لمبي؟ يا لمبي انت يا دي الليل والنهار اللي بتنيل وقع فيه. كنت فين يا لمبي؟ ديخة حبيبي انا رجعت يا عبد الله على السلامة. الله يسلمك يا ديخة. ايه ده يا عبد فرح مين ده يا؟ وده وقت يا لمبي وقت هزار يا جدع. ده الفرح متسوم وبسبوسة مستنياك والكوشة وكله مبروك يا جدع. لا والنبي ده فرح انا؟ ايوه بلدنا السيدة.
صباح الخير يا بسبوسه. صباحيه مباركه يا جزيد. شفتي مش انا قلت لك انا؟ عمل ايه؟ انا قولي يا لمبي. قولي يا عنان اللمبي. انت كنت فين الشهر اللي فات ده؟ ده وانا كنت شهر؟ اه؟ لا والنبي. ورجعت ايد ورا وايد قدام؟ واهل الحته قالوا انك لقيت الكنز، وانا لا شايفه لا كنزي ولا كنز. لا تقدر لا تقدر. كنت فين يا هلام؟ ايه يا بت الله يا ساتر، انت ما بتنورش فيك حاجة ابدا، افتكري لي حاجة من ساعتين. الله، لقيت الكنز. لقيت الكنز؟ اه. امال ايه؟ فين؟ اقول لك يا ست، انا بعد ما سبتك في قلب المدفن فتحت الباب ببص كده في وش بت لقيت الكنز. لا ما لقيتش الكنز. بمشي شوية هوب ببص كده قلت ايه ده؟ ايه؟ ده مفيش كنز. رحت ماشي تاني. فضلت امشي 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 لحد ما لقيت بقى الباب، فتحت الباب بقى هو ده بقى، ما لقيتش برضك الكنز. قلت الله. وبعدين بندح بعيني كده وانا جاي كده فلقيت لك حتى الباب. قلت بس هو ده، رحت ضرب المفتاح فتح. لا عايز ضيع ما انا عطشان، انا حنك ناشف. طب انا عايز اقول لك، طب بصبص ضيع ما ايه ده؟ الحمد لله يا رب. ايه ده؟ قدر ال ده 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 بانه ايه؟ الكونش ده الفانوس السحري بتاع النصر صلاح الدين الايوبي؟ ده الوليعه دي؟ الوليعه دي؟ سبيك سبيك ساعات ساعات احب عمي بعد هالحاجات زي كده بعد بس. هما مش كانوا ثلاثة؟ اي عفريت بيطلع من الفنوس بيقول لك ثلاثة، انت ليه واحدة؟ هو ترى واحد بس يا مطلوب وخلص يا اخبار. لا طب على ايه؟ الوش ده لازم يتطبق ويتحط في قلب المصباح تاني. ارجع المصباح يا حبيبي ما تبطل في الميه شويه يا ولد. ما 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 ده حقيقي يا ريدي اللي قال لي انه ايه؟ انه ظابط؟ ابنه بيبقى ظابط ودكتور؟ انت بيبقى دكتور. انت بقى تقدروا تقولولي بقى ولادكوا هيبقوا ايه؟ محدش بيرد عليا يعني. اقولك انا ولادكوا هيطلعوا زيكوا ويبقوا في مكان زي ده زيكوا، وهيطلعوا يقتلوا ابن الضابط ويسرقوا ابن الدكتور. خلي بالك من نفسك يا بنت انت وهي، حاسس بيها مثل حد، واللي هيتاخد منك وانت صغيره مش هتعرفي تجيبيه تاني وانت كبيره. يا بنت انت وهي تكونوا مصدقين نفسكم ان انتوا براعه. لا، كل واحده عارفه نفسها وعارفه اللي عملته، وكل واحد فينا عارف الواحدة دي اللي تجرس في البنجو واللي هربت مش عارف ابصر ايه في ابصر ايه، يعني كل واحدة شايلة بلوتها على دماغها. لما تخرجوا من هنا بيفقدوا برجير اصرف لك، بس ما تجيش هنا تاني. اوعي تيجي مكان زي ده خالص، اوعي. اداني في ظل راجل
ولا قدام حيطة، بس ما تجيش المكان زي ده تاني. خلي بالكم من نفسكم يا ابناء، ودايما ما حد يعمل في نفسه تاني كده. خلاص؟ اللي بقيت وحشوني، وخصوصا الواد صلاح اللي قاعد ده. اتفضل معايا. ايه يا فندم؟ في ايه؟ في ايه يا حاج الزهر؟ البيه نصاب وسارق فلوس الغلابه هان. الكلام ده صحيح يا شعبان؟ ابدا يا جيجي يا حبيبتي، والله انا طول عمري ماشي بالقانون يا حضره الضابط. اتفضل معايا وبلاش شوشره. في يا بوبي؟ اتفضل معايا. وانا على ثقه يا سياده القاضي، بل واثق، بل اقف على الحقيقه نفسها، من ان الاوراق التي امامكم وما تحويه من معلومات قيمه قام بجمعها محام قادرا على ان يفرض نفسه في الساحه القانونيه باكملها. سيد القاضي، انا ما كنتش بنام حضرتك، ما كنتش بنام. الاسود اللي تحت عيني ده معلومات بجمعها سيدي القاضي عشان يبقى امامكم معلومات قيمه. قدر بلا ادنى شك براءة موكلتي مما منسوب اليها من تهم سيد القاضي. وتبين بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والإثباتات القانعة أن المدعو شعبان حافظ مبروك هو المجرم الحقيقي. أيوة سيد القاضي، أنا كده خلصت مرافعتي، وأعتقد أن أنا عملت مرافعة تقيلة قوي. سوري. اتفضل يا أستاذ. بس أنا قفلت القضية، قفلت القضية. اتفضل يا أستاذ، اتفضل. النيابة عنها أي إضافة؟ سيادة القاضي، حضرات المستشارين، لقد رأت النيابة بعد الاطلاع على المستجدات في مستندات القضية وبعد سماع اعتراف كل من شعبان حافظ مبروك وسمير مصطفى مدبولي وشهادة ليلى أمين البرعي، فقد استقر في يقين النيابة أن المدعوة أطاطا عطعوط الزو قد تم التغرير بها فعلا، وأن فعل القضية لم يكن أبدا صادرا عنها. سكوت سكوت. بس انت رئيس الجمهورية، ممكن أقول حاجة قبل ما تصدر حكمك عليا؟ عايزة تقولي إيه يا ست أطاطا؟ أنا واحدة ست زي أي ست، سافر كتير وراح كتير وجات كتير، عاشت حياتها بالطول والعرض. إيه ده إيه ده؟ إيه يا أستاذ ده؟ مالها دي؟ معلش يا سيادة القاضي، يعني سيدة كبيرة في السن، تلاقيها كانت مطبقة نامت شوية يعني. بعد الاطلاع على أوراق القضية رقم 3456 لسنة 2014 وبعد قراءة اعترافات المتهمين التي أدلوا بها أمام النيابة العامة، قررت المحكمة بمعاقبة كل من شعبان حافظ مبروك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة سمير مصطفى مدبولي بالسجن لمدة عام مع مصادرة جميع ممتلكاتهم وبراءة المتهمة أطاطا عطوط الزو من التهمة المنسوبة إليها. رفعة الكلمة. خد يا سابوني عطية. نعم يا عطية. الكاميرية اللي جاية من الشانزليزيه، ودي البطانية الحرير اللي كانت بتقطع وشنا. كفارة يا قطاطة، مش عايزين نشوفك هنا تاني. ولا أنا عايز أشوفك يا أختي. يلا سلام عليكم. عليكم السلام، بالسلامة يا حبيبتي. الله يبارك لك يا رب.
ولا بخير؟ ايوه يا اما انا وراك اهو بخير. انا معاك اهو، انا اهو، انا اهو، انا اهو اهو اهو. تعالي ده الحته دي، تعالي يلا عشان نمشي. ايوه اما قطعت. ايوه بقولك ايه؟ ايوه كنت عايز اقول ايه؟ كنت عايز ونسيت. نسيت؟ أنت إيه بقولك إيه؟ هو إحنا كده خلاص سلمنا على كل اللي في السجن، كل الناس؟ يا سوادي ده أنت سلمت على كل التاني، ده أنت سلمت على الحيطان بالمسلح اللي فيه. أنا بس الرواع ما سلمش عليا يا عمر. مين؟ في عباس بتاعه. أيوه عباس باشي فتلك العربية وقال لي وصل أم قطط الحتة اللي عايزاها. أنت عايز تروح فين؟ أروح؟ إيه؟ أيوه يا ولد؟ أيوه كده ضحكوا عليا كده وخشوا عليا بالحجر والبنجل. أنا بس ليا حاجات مع بالفيلا هناك. لك إيه؟ ليه الفساتين بتاعة الجهاز بتاعي. يا سوادي فساتين إيه أما قططة بقى؟ أبو ده بدأ فستان ليلة الدخلة هناك. فستان ليلة الدخلة ده شكله إيه ده؟ شكله إيه ده؟ بيقولوا لي فرنكي. فرنكي؟ فرنكي أيوة. ده إزاي ده؟ فرنكي فوق الركبة. طيب هنروح نجيبه يلا 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 اركب. أنت أنا أسوق. خد. أسوق أنا المرة دي. سوق. ماشي؟ اللي أنت عايزاه. هي إيه الزيطة اللي في إيدك دي؟ لا دي الجزمة بتاعتك دي. لا ما نعرف عنها حاجة. يا لهوي. ايه ولا نرميها؟ اللي انت عايزاه. يلا يلا. ايه ده الدركسيون السرع؟ لا لا ما تقلقيش، انا في واحد قدام شايله. هات المفتاح بقى. ما تبصش وقع الجماعة. يلا يلا اطلع. يلا اتكل على الله. خلي بالك. ما اسمع اهو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده بكير. ايوه انا اهو بكير. انا جوه العربيه معاك اهو. يا واد راح فين يا بكير؟ يا بكير يا بنتي هات الجنريه دي وديها بعد بالبوجه حب ودي هناك اخرى واربط لي سرك معايا. ايوه بيه ادخل لنعم. هتزيدوك الغدات سمع. أنا جاي أسلم عليك يا قطعيته. يا حبيبي يا غزرة، أنا عارف إن الفراق صعب، بس اوعى اوعى تضعف وتمشي وتسكر بقى وتمشي ورا شهواتك عشان تنساني. أنت بتقول إيه يا قطعيته؟ بهزر معاك يا ولد، بهزر معاك. لازم تكون مفهوم إنك في اللحظة اللي ظهرت فيها في حياتنا خلتيني أنا شخصياً أحس بالحياة. أنا تعلمت منك درس سهل وبسيط ما شفتوش ولا عرفته في أي كتاب من الكتب اللي أنا قريتها، إن أسمى غاية في حياة الإنسان إنه يخلي اللي حواليه مبسوطين. يقول بعد محنف وادي أب موسى موسى مازال يا حبيبي تكلم الخير ما؟ مع ألف سلامة. نبعد ممكن بقى أعرف أنت بتهيأتي لي؟ تعالي يا قطوطة أوريكي حاجة. تعالي بقى. ده مين الست الوحشة دي؟ دي الحاجة الوحيدة اللي هتفضل هنا عشان أفضل فاكراكي. إنت هتزعلي؟ لا. ما تبصيلي أنا وإنت بتكلميني تعالي. إنت يا بنت إنت رايحة فين؟ أما أكلمك تقف وتكلميني هنا. حاضر. دي بتعيط لي دلوقتي. أنا عندي برد. بتكدبي أهو. أنا شايفاكي. عبيطة بدل ما تفرحي بالبراءة تفرحي بالبراءة. أنا أكتر واحدة في الدنيا دي فرحانة لكم من قلبي والله. بتعيطي ليه دلوقتي؟ عشان اتعودت عليكي خلاص. اتعودت على كلامك، اتعودت على نصايحك ليا وحنيتك عليا. انتي طيبة أوي يا قطاطة والله العظيم. انت عوضتيني الحمايه اللي انا اتحرمت من ماما الله يرحمها. مش عايزاني ازعل يعني وانتي ماشيه؟ عارفه يا بنت، عارفه لو الزمن يرجع بيا شويه كنت اخطف ابوكي من امك واتجوزه واخلفك عشان تبقي بنتي.
هيوحشيني قطط وهيوحشني حواديتك. حضرتك هذا حضرتك حضرتك هذا حضرتك ابعد ابعد خلي حد يغير في حضرتك ابعد. فهمت حضرتك I got it. يعني فهمت. طب انت مش عايزة اعمل لك اي حاجة دلوقتي؟ يلا يا طاطا. ايوه يلا بقى خلصينا. بس بقى يا بنت ما تعيطيش بقى. خلاص مش هعيط. لا خلينا حاجة. لا ما تعيطيش تحت. ما تحكيش عليا وتقولي لي ده زكام وكده. لا خلاص. عباس بيه سطرتني ومرقتني برافو يا شيخ. إلهي من عندك الوحش الميز دي خلي بالك منها. عارف ليه؟ عشان هي ما عندهاش أم هتحكي بميل أسرارها دلوقتي. بخيرك خليك أنت سرها يا حبيبي. خليك أمها وأبوها وجدها وصاحبها صاحبها عطية زي الفل. بس يا حبيبي احنا بنشتغل عشان نعيش مش بنعيش عشان نشتغل. خلينا شوية من وقتك يا حبيبي. ربنا يبني يستر عرضك. شوف اليوم خير بنت عواطي من الخدام. ايوه لكن بوجة بسألك زي المرة بسألك أبيض. ايوه يا ست بطاطا انت فين يا بطاطا؟ انا هنا جنب الدم اهو. زغطت البط؟ لا لسه ما زغطتش البط يا ست بطاطا. هو مين اللي بيتكلم فيكم؟ انا سليمان الطباخ اللي بتكلم يا ست بطاطا. طب يلا روح زغط البط وافطر معاه بالمره. حاضر يلا. حاضر يلا. ايه ظبط ايدك هتحرق اللحم. تعمل لي فيها دكتور في دي كمان؟ احترم نفسك يا عباس. احترم نفسك اسماعيل اللي حطك على الجريلا. عباس اسماعيل. عباس وبعدين ولا ام موسى كسر دماغه الاثنين. ما هو اللي بي بس بقى خلاص. قطاطا ها ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه رسمتها وحشه؟ هي البويه وقعت على اللوحه ولا ايه؟ لا انا رسمتها كده. ما ترتيها زي دي ما ترفصش وانت بايديكي كده؟ حرام عليك يا قطاطا يعني وحشه. بس بقى ايه دي؟ العاصف. العاصفه؟ ايوه. بيطلع اي حاجه في الواحد وخلاص. ايش؟ مريم كيف؟ ايوه يا ام قطاطا. بيودي السبس كانت تدفق وانا قاعده. لا مؤاخذه يا ام. تعالى كده كانت ضربه الدم النقاله اللي تنقلك من هنا لهنا ما تعرف الدرفين. اهبين. بنت عواطف. انت بنت عواطف. سبحان الله عواطف. حليت يا بنت. خليت وحشك الاسم القديم يا خدامة. يا بنتي يا خدامة قومي يلا. أنا هنا سيدة القصر. سيدة القصر؟ خلاص يا قطاطا أنت ما بقتيش سيدة القصر، بقيتي سيدة الكاس. يلا كسر حقك في بقك يجوعك يروحك. يلا بتمشي قومي يلا. قطاطا قومي يا جماعة. قطاطا ممكن رجليكي؟ ده أنت ممكن أي حاجة. ممكن الجوسك ولا؟ لا أنا عايزة رجليك. أي حاجة خديها يا حبيبتي أنا تحت أمرك. أنت أحلى حاجة في البيت ده. ميرسي يا قطاطا. البيت ده كله عايزة ترش جهاز كده والوضع فيه واحد واحد. حبيبتي يا قطاطا. أيوة حبيبتي. هكتب عليها ممكن؟ تكتبي عليها؟ أيوة. طب مش تخطبيها الأول؟
لا هكتب لك للذكرى عشان تفتكريني. للذكرى؟ ليه انت حاجه في نوع ولا ايه؟ لا تدى من فينا ايه؟ هكتب لك عشان تفتكريني. انا كل ما اقعد اقراها افتكرها يعني هتفضل طول العمر ولا ايه؟ لا ان شاء الله تخفي. بقول لك ايه؟ ايوه هي حواديت اللمبي اللي انت حكيتيها لي دي. لمبي يا حبيبي يا لمبي. لا لا تعالي تعالي سنودي يا حبيبي يا لمبي والحاجات دي. لا عايزه افهم دي كلها حقيقي ولا مقلفاها من دماغك؟ بس يا لمبي قول اتنين اسود قاعدين مع بعض بيتكلموا تفتكري يعني هيبقى ايه؟ ها؟ او قدم اسود.